لما اقوله انه حتى الان المخدرات ممنوع تداولها في مصر. معلش انا اسف لازم اقول لكم كده عشان بس اي حد متخيل ان في اي شيء اتغير في الدنيا. المخدرات ممنوعه في مصر، تعاطيها، تداولها، تجارتها، ايا كان. دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الفنانة منى شلبي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ريهام سعيد: منى شلبي قالت لي في وشي ما بحبكيش ورغم كده دافعت عنها. منع منى شلبي من السفر وراء تأجيل عرض مسرحيتها ساعة حظ. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ريهام سعيد: منى شلبي قالت لي في وشي ما بحبكيش ورغم كده دفعت عنها. من جديد علقت الإعلامية ريهام سعيد على أزمة الفنانة منى شلبي بعد وقعة القبض عليها بسبب حيازتها لمواد مخدرة بعد وصولها لمطار القاهرة قادمة من نيويورك قبل أن يتم إخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية. وقالت ريهام سعيد إنها لم تعلق على الأزمة سوى بالحديث عن الستر لأنها فتاة في النهاية، مشيرة إلى أن الفنانة منى شلبي لم تحبها في يوم من الأيام، مضيفة: منى شلبي مش بتحبني على فكرة، وقالت لي كده في وشي وأنا احترمت صراحتها ورغم كده دفعت عنها في أزمتها الأخيرة لأن حسب المعاناة اللي عاشتها في الإسم والنيابة. كلنا لدينا أخطاء ومعاصي في حياتنا والستر حلو، ربنا يعافينا جميعا يا رب. وتابعت ريهام سعيد: كانت حاجة صعبة لما تلاقي حد حاطط الباسبور بتاعها، ده تدخل في الحياة الخاصة. أنا انتقدت الدفاع عن المخدرات وما جبتش سيرة منه خالص، واتفاجأت إن كل الصحافة بتقول إن مهاجماها، أنا بهاجم الدفاع عن المخدرات. هكذا نجت منى شلبي من الحبس ومادة قانونية غريبة لا توجد جريمة. كشفت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات في واقعة الفنانة منى شلبي تفاصيلا جديدة من القضية ولماذا لم يتم حبسها على ذمة التحقيقات. وقالت المصادر ان غالبية قضايا تعاطي المخدرات لا يصدر فيها قرار حبس الا اذا كانت القضية مرتبطة بجريمة اخرى مثل القتل الخطأ وقيادة السيارة. موضحة أن تحرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أيضا أن المضبوطات التي كانت بحيازة المتهمة بقصد التعاطي وليس الاتجار. وشرحت المصادر أن النيابة لم تقرر إجراء تحليل مخدرات للمتهمة لأنها كانت قادمة من دولة أجنبية تبيح تعاطي المواد المخدرة، وفي هذه الحالة تحديدا لا توجد جريمة بحق المسافر القادم من الخارج وفي دمه بقايا مواد مخدرة بسبب التعاطي. وأكدت المصادر أن كافة المتهمين سواء أمام القانون ولا مجال للمجاملة في تحقيقات النيابة، وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منى شلبي بضمان مالي 50,000 جنيه بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولية عائدة من الخارج وبحوزتها مواد مخدرة يشتبه في كونها مخدرات. لماذا لم تحبس منى شلبي احتياطيا ولم تجري تحليل مخدرات؟ مصدر قضائي يوضح. قال مصدر قضائي إن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منى شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها عليها ولم تحصل الفنانة على مميزات خاصة. وأوضح المصدر أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية. ذكر أنه لا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكون للتجار عادة. وأضاف المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى فإنه يتم إخلاء السبيل. وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنى شلبي أكدت المصادر أنها لم تأمر بإجراء تحليل الفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها أن أسفر عن إيجابية العينة فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر. لهذا لم تخضع منى شلبي لتحليل المخدرات ولم تحبس احتياطيا. بعدما تم القبض عليها في مطار القاهرة قبل يومين لا تزال الفنانة منى شلبي تتصدر ترند في مصر بتساؤلات كثيرة حول الواقع، من بينها: لماذا لم تتعرض الفنانة المصرية لتحليل المخدرات؟ ولماذا لم تقم النيابة على حبسها احتياطيا على ذمة القضية على غرار ما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات؟
وردا على كل ما يدور في خلد رواد مواقع التواصل الاجتماعية، قال مصدر قضائي مصري للسبت إن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منى شلبي كغيرها من المهتمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على أي ميزات خاصة. وأوضح المصدر أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي، وهو خلال سبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه لا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكون للتجاري عادة. وأضاف المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى فإنه يتم إخلاء السبيل. مصدر قضائي يكشف أحدث تطورات قضية منى شلبي والمخدرات. علم القاهرة 24 أن دفاع الفنانة منى شلبي يدفع بعدم توافر أركان الحيازة أمام جهات التحقيق، وذلك بعد إلقاء القبض عليها بمطار القاهرة وبحوزتها 12 كيس ماريجوانا، وذلك في أثناء تفتيش حقائبها عقب قدومها من نيويورك بعدم توافر أركان الحرز والحيازة. وأشار مصدر في تصريحات خاصة للقاهرة 24 إلى أن الدفاع يعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وما تم ضبطه بحوزتها جائز للتداول في جهة القدوم كونه ليس نباتيا مخدرا صريحا. وعثرت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة على 12 كيس ماريجوانا بحوزة الفنانة منى شلبي أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة، حيث كانت الفنانة منى شلبي قادمة من نيويورك. وكشفت التحقيقات أنه في أثناء خضوع الفنانة منى شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقع وإخطار الجهة المسؤولة. وأضافت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات الماريجوانا كانت بحوزة الفنانة منى شلبي خلال عودتها من نيويورك. دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الفنانة منى شلبي. أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى إثر واقعة نشر جواز سفر الفنانة منى شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة مؤخرا والإفراج عنها لاحقا. وفي بيان لها علقت دار الإفتاء على إفشاء بيانات الآخرين الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: لا يجوز إفشاء بيانات وأسرار الآخرين الخاصة بهم مما يكرهون يطلع عليها غيرهم سواء على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أو غيرهما، وذلك لأن خصوصية الإنسان لا يحل لأحد التعدي عليها، وقد جاءت النصوص الشرعية بأن مجالس الناس الخاصة أمانات يحرم إفشاء ما كان فيها إذا علم أن ذلك مما يكره أصحابها إفشاءه. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم القبض على منى شلبي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.